الجريدة الإلكترونية 436. الاسم الكامل حسن العسقلاني، الصفة مستشار بالجامعة ديال سيدي الطيبي. تقييم ديال الحصيلة ديال المجلس اللي ما دار حتى شي حاجة في هذه 6 سنين، ما دار فيها حتى شي حاجة، وعندنا هادشي بالدلائل، وماشي حنا اللي تنقولوا، راه هو اللي تيديرنا هادشي بالوثائق اللي داز في الدورة الأخيرة. وتنطرقوا بما ندوزوا نطرقوا بعد الأول مرحلة، هو أنه القضية ديال الماء. قال لك تزويد الدواوير الجامعة ديال سيدي الطيبي بالماء صالح للشرب، ولكن حنا هنا قصر عليها واحد ما يزيد على واحد 20 مليون. هنا ملي تنشوفوا هنايا ما تلقاوش الناس الساكنة تيسحابوا هاد السقايه، هاد النافورة، بلا أنه ديال لونيب. أما هي هاد النافورة هادي دايرين واحد البير ودايرين في واحد السيتيرنا، والسيتيرنا هي تتبقى تتخزز، ويوميا تيجيو الناس تيسقيو مساكن منها، تيسحابوها، راه أنه ديال لونيب. هي ماشي ديال لونيب، هي راه كاين عبارة عن بئر وفيه واحد السيتيرنا، وتتخزز، ما تيغسلوها ما والو، تيجي المواطن تيشرب. الا جا نص ديال المواطن هنا، الا جينا نقلبوا نلقاو مرادين بمرض بالنسبه للاناره. الا بغيتي تشوفوا الاناره كي دايره هنايا، 10 في المكانه، 15 المكانه، 16 المكانه، 17 المكانه، حتى 20 في المكانه. اذا والسي الطيبي داخله اعاده الهيكله، وحنا مازال اللور، وحنا في قرن 2021 ومازال تنعيشوا في هذه المهزله هذه اللي كاينه هنايا في سيدي الطيبي. حنا تنطلبوا من السلطات العليا انه تدخل في اقرب العاجل باش توفر لنا شروط الحياه، كالماء، كالضوء، كملاعب القرب، كمساحات خضراء. انا تنشوف هنا عندي بلا انه مساحات خضراء، قال لك خسر فيها واحد 200 مليون ديال الدرهم، مساحات خضراء بجامعة ديال سيدي الطيبي، وحنا تنشوفوا ما عندنا حتى مساحة خضراء. حدا واحد الجردة اللي دارها تمايا، واحد الكازو اللي كاين تما في الجامعة ديال سيدي الطيبي، 200 مليون ديال الدرهم. هاد 200 مليون ديال الدرهم، لا يعقل أنه 200 مليون ديال الدرهم ما كاينش عندنا حتى جردة. عندنا سيدي النفقات، بعد البنود اللي تيقول نفقات مختلفة، بحال رفع الأزبال، الشاحنات، دير لها 900 مليون اللي كاينه عندنا في البرمجه ديالو. 900 مليون ما دار فيها حتى شي حاجه. الا جينا نشوفوا الزبل راه داير بينا هنايا، ما كاينش فين ما مشيتي، اي بلاصه، اي حومه فيها الزبل، فين ما مشيتي كاين الزبل، الازبال، فين ما مشيتي. الطرقان ما كاينين طرقان، لا بغيتي الطريق راه خاصك، ما شاء الله راكم ما دزتو وشتو. ندوزوا عندنا واحد البيان ديال بيان تنفيذ الميزانيه اللي هو ديال 2020، هذا ديال 2020 ديال 2020، فيها واحد الاثمنه خياليه. لحد الان راه سولت عليها السيد الرئيس بالمباشر وما عطاناش عليها حتى شي حل، ما عطاناش عليها حتى شي حل. عندنا مجموع النفقات، هاد مجموع النفقات جمعها هو كاينين شي ابواب مختلفه، بحال مثل شراء الجيب، شراء الجيل، شراء للطفيليات والحشرات، والحشرات هما دايرين بينا وما شريت شي حاجه. عندنا هنا واحد 120 مليون ديال الشراء ديال هادي. عندنا مجموع النفقات اخرى، عندنا واحد 390 مليون ديال مجموع النفقات. انا تنطلب من المسؤولين، وراه قلتها لهم مباشره، ان تنطلب من المسؤولين والسيد الرئيس، تنطلب منه انه يقوم بمنحل التفاصيل كامله لهاد البنود المختلفه. هاد البنود المختلفه شنو تيعني بها هو؟ بغيت نعرف شنو تيعني بها. علاش هذا انا تنتسماه بحال انه مباشره راه تيسرق، راه خاصناش تدخل، راه تيسرق هادشي. واحد الا جينا نشوف واحد الميزانيه هنايا اللي هي في هاد ابواب مختلفه، ما يزيد 120 في 300 في 200، واحد 600 مليون 700 مليون مشات في الهباء المنثوره، ولكن ما كاين فيها حتى شي حاجه. ما دارت هنا في سيدي الطيبي، ما شناش، بغينا نعرفوا غير شي حاجه بسيطه دارت، فهمتي؟ ملاعب القرب، ملاعب القرب ما كاينينش. ملعب القرب هو الدار هنايا في اطار مبادره الوطنيه للتنميه البشريه، والجماعه يخسر عليه وما ملعبش، والفلوس ميزانيه، وواحد 200 مليون قال لك عاوتاني اخرى باش تصاوب بها المخيم ديال سيدي بوغابه. والمخيم ديال سيدي بوغابه انه حنا دوزوه في الدوره في المجلس في 2018، بلا انه فوضوه للشبيبه والرياضه، والشبيبه والرياضه في اتفاقيه الشراكه بالله هي اللي غادي دير التيرانات، وهي اللي غادي دير ملاعب القرب، هي اللي دير دار الشباب. تخيل ان معنا هنا احنا في 2021 ما عندناش دار الشباب، ما كايناش دار الشباب، ما كايناش دار الثقافه، ما كاين حتى شي حاجه. حنا تنطلبوا من المسؤولين يتدخلوا اقرب العاجل باش نعرفوا هذا الشيء. واللي بغى التفاصيل اهلا وسهلا، ولا بغيت الوثائق هي مطلوبه، ماشي دايرها انا، راه هو الارقام ماشي تنقولهم من عند راسي، راه هو الدوره ديال المجلس، واعطانا البيان ديال هذا، واعطانا مشروع البرنامج الانتخابي ديال 2021
ومساحات خضراء ما كاينينش. وحنا هضرنا على هاد المساحات الخضراء اللي قلنا لك 200 مليون ديال الدرهم، تعرف شنو 200 مليون ديال الدرهم؟ اللي قال لك انه تصلحات بها مساحات خضراء، ما عندناش ولو جرده هنا في سيدي الطيبي. راه 200 مليون ماشي سهله. معكم العزيزه بيجو مستشاره جامعيه بجامعه سيدي الطيبي من المعارضه في حزب الاتحاد الدستوري. بالنسبه للتعليم في السيد الطيبي تتعرفوا ان تبارك الله السيد الطيبي فيه واحد الكثافه السكانيه ديال تقريبا ما يفوق 80 ألف نسمه. بالنسبه للمؤسسات التعليميه عندنا تتحصى على رؤوس الاصابع، عندنا ثلاثه ديال المؤسسات، عندنا ثانويه وحده وتنسطر عليها واحد ثانويه ديال التاهيل الخليل في طور الانجاز، مع الاسف انها هربت وما عرفناش المصير ديالها. الوليدات ديالنا تيمشيو من السيد الطيبي للقنيطره، مع العلم اننا ما عندناش طوبيسات، ما عندناش ترونسبور، الناس تكرفصوا. والسيد الطيبي تتعرف الهشاشه، يعني ان التعليم يرتاح لنا. واحد المستشفى ديال الولاده من 2015 وحنا تنطالبوا بسيد الرئيس باش يدير المراسلات ديالو على اساس ان المندوبيه ديال الصحه تجيب لنا اطور ديال الصحه. حنا جاي بالنسبه للجماعه دات امبيلونس تهرسات وهذه وما كاين حتى شي حاجه، يعني ان الناس تيولدوا عندنا في الزنقه، العيالات تيموتوا، امراه ولدت في الشارع العام. مع الاسف الشديد ان الرئيس عنده الاغلبيه الساحقه من 2015 حتى 2019 تقريبا. كنا حتى حنا كمعارضه ما كناش تنديروا ليه ديك المعارضه بناءه، تنعطيو ليه اي حاجه للصالح العام، ولكن هذا السيد هذا ديما عنده الانفراديه في الخدمه ديالو، تينفرد بالقرارات ديالو، داكشي اللي تيجعل ان القرارات اللي تيتاخذها عشوائيه. مع العلم ان كنا في 2017 طاحت الميزانيه بالخروقات اللي كانت فيها، وكانت طلبنا السيد العامل على اساس انه يتدخل، وتدخل السيد العامل وعطاه هذا سميتو ديال الميزانيه باش يصرفها على لي نورم ديال الداخليه. وفي 2020 طاحت الميزانيه، دابا الناس مساكين تيعانيو، صحاب الانعاش باقي ما تخلصوش هذه 5 شهور، الاناره العموميه في الليل ما تتكونش، نقول لكش المعاناه اللي تيعاني العالم القروي، ما عندهم لا صحه لا تعليم لا حتى شي حاجه. عندنا طرقان، كانت واحد البلاصه في الجامعه ديالنا سميتها الزدغ، تتعاني بالوليدات ديالها بالعيالات ديالها، ما عندهمش الطريق، ما عندهمش المدرسه، ما عندهمش الصحه، يعني ان راه هذوك الناس تيعانيو. ومع الاسف الشديد بغيت نوصل واحد المعلومه، ان كنا درنا واحد 21 عضو على اساس اننا باش نديروا شكايه يزودنا باللوائح ديال الاعوان العراضيين. تنتفاجئوا ان في اخر المطاف ان الرئيس خدم الخدمه ديالو وشتت كامل ديك 21 طبقات فيها 5 ديال الاعضاء، يعني ان واخا عندنا ديك الميزانيه كبيره في الاعوان العراضيين، تنشوفوا ان الازبال متراكمه في الجوانب ديال الطرقان، البركاصات كاملين عامرين، حاشاك البهايم تيموتوا وتيتلاحوا تما، البيئه كتحتضر في هذه ديال السيد الطيبي اللي هي منطقه صناعيه، منطقه سياحيه تتبعد بكيلومترات على قنيطره وعلى سلا، يعني ان لو ان هذه المنطقه هذه غتعطي للشباب اللي تيعاني حتى هو غتعطيه فرص استراتيجي في الحقيقه، ولكن مع الاسف ما لقاش الناس اللي غادي يخدموه. هذا السيد هذا خرج على السيد الطيبي، ما نقولكش ان الحاله اللي وصلت ليها الجماعه ديالنا، تنتمناو من الله يدير شي تاويل الخير. شكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.